لا يا سيدي، هاو هذا الباباراتزي الفاتشة دي كاتسو، هذاك ما مصفى دلاجي فضحو قراه الباباراتزي ولاه كولو دي راجاتسي. اي ما هوش باباراتزي، راهو كولو دي راجاتسي. اي ما هوش حتى راجاتسو، هذاك قبل ما يعملوا برنامج يقعد معاهم طوراه، وقعد هو مع ذاك الشابي بو المردومة، ويقول لهم اعطوني شوية اخبار، راني وخايكم بطال وناقص فلوس، خندز فاستي وهكا توا اثنين باش ياخذوا شوية، اثنين بطالة هما، هذاك بطال والاخر بطال، فهما في اثنين باش يدزوا بازتهم توا، الشابي وداخل هاكا الاخر، حتى ما يهموش، حتى كان يجبدلو فرتو الكل المفيد انهم ياخذوا مرشينة في اثنين، ما يحشموش يبيعوا حتى في يعني شرفهم وعزتهم من اجل فلوس تافهة. فحتى شوف انت كالماسك هذاك، قبل بيشوف كالماسك هذاك ما يسويش حتى فرنك، يعني تلقاه ملوح في الشارع بعد ما يلعبوا بيه الولاد الصغار، هكا لابسينو راجل بطوله بطنطولو ملابسينو كالماسك هذاك، وهو ما عندوش المشكل، مشيخ نفسه بيه وعامل روحه زعما انترتينر. لكن باش نقول لكم، هذاك مصطفى الدلاجي فضحه، قال لك راهو قبل ما عمل البرنامج معاه قعد معاه وقال له بربي يا مصطفى ماني خوك، راني بطال واعطيني شوية معلومات خليني ندبر بيهم نشربش بيهم شوية في التلفزيون، هانا نضحكوا على العباد احنا والناس يسحلوني اللي انا جبت هالمعلومات من عندي انا، وانا زعما راني انسان مخابراتي وقاعد نعمل نستقصي الاشياء، وهو يقعد معاهم يشكي ويبكي حتى يسخف عليه يعطيوه المعلومات. حتى مصطفى الدلاجي ما هو اللي ما يسكتش، هذاك اللي فوقه من صندوقه فوقه ولا كيش يقولوها، يفضح كل شيء، ففضحوا المرة الأخرى. وانت ما تنساش اللي توا ذاك، هيك فكرة سامي الفهري، وذاك سامي الفهري راهو ما يجيب خير، اللي يحتكوا به الكل يخليهم ضحكة قدام أمة محمد. هاكا جاب ذاك المكي المرة الأخرى، حطلو الإلكتروشوك في ساقيه وخلاه يتقلب كيلو ليا في استوديو ويلحلح ويشكي ويعيط ويبكي، وكل مرة يزيد يعطيه الشوك، بك الإلكتروشوك هذاك قلبلو الجعب متاعو، وتوا هاو هذاك ملبسو ما نعرفش غرنوق، ماسك متاع غرنوق خدمته الخشم وحبتو حتى لفمو، ويقولوا هيا هاو باباراتزي، مالا باباراتزي، ولا ما نعرف انا باش نقول لك، انا نقول لك نسناس اخير. على كل حال انا نقول ان شاء الله انتم ما عادش تتفرجوا هالبرامج هذا متافهه، برامج تافهه ما عندها حتى معنى. هاو شوف الناس ما تحشمش هذوكم، ما يهموش هو يجبد له عار ويجبد له فضايح عايلته، ما يهمهمش ياخذوا برشا الفلوس هكا، هاو ربي ان شاء الله يبقى لنا الستر. على كل حال انتم المفروض ما تزيدوا تشوفوه متوانسة هالبرامج هذا، شوفوا الاشياء تنفعكم خير ما تضيعوا فوق وقتكم ساعة ولا ساعتين تقعدوا قدام التلفزيون تتفرجوا في منظر كيف هذا. يعني حتى ذاك الماسك كما قلت لكم انا في اوروبا تلقاه ملوح في الشارع بعد الاولاد الصغار يلعبوا بيه، مثال يلعبوا بيه في 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 في, في, في كرنفال ويلوحون بعد الكرنفال، هكا هو ما عادش يصلح هذاك، فهمتني؟ وهاكا هو ملبسه كل يوم حتى لين تسيب الكورونا هذاك من الوسخ اللي فيه. على كل حال ان شاء الله انتم ما عادش تجوا تشوفوهم هالمناظر هذاك، حتى هو هذاك شوف الشاب ما بطال توا، هو هاكا باش يعطيو مرشانه جاي الغادي، حتى هو ما يحشم زاد هذاك، كلهم ما يحشموش. اي ان شاء الله نهاركم زين.